بوابة صحراء، منطقة مليئة بالحياة والجمال، ألواحة وما تنتجه من فوائد للإنسان. اللاجمي، هذا المشروب الساحر يحبه الجميع ويساهم في مزيد تمتين العلاقة بين الإنسان والنخلة. حاليا نجم نقول لها لاجمي هذه، علاش؟ نولوا نحوها هذيك وش اسمها فيها الجمار من داخل هذاك، نحو السيقضايا من داخل، نولوا نقول لها نتخلصوا من هذاك، نولي يخرج الجمار يخرج اللاجمي. جريمة باش انسان مثلا يقتل دقله ولا كذا، هي معناها ثم نوعيه نتاع نخل، معناها نحبوا نتخلصوا منها سوفاج، معناها ما هيش الكاليتي نتاع التمر نتاعها ما هوش باهي. ثم معناها الناس تحدث يقولوا معناها صغير كي يبدا معناها النمو نتاعها مش باهي، يبدا معناها عندها بيرتيرباسيون معناها في الانتستان وفي الواحد، يعطوه اللاجمي معناها يولي اموره واضحه، معناها يكون ميديكامون معناها دواء يدويه. اللاجمي اختلفت استعمالته بين اللاجمي الحي والميت والعباره لاهالي المنطقه، بين تناوله بدون تأثيرات وبين تأثيرات تعادل شرب الخمر، بإضافة مواد عديدة منها الضار لصحة الإنسان. الخميرة هنا باش نقدوها هنا يما بالكسكسي ولا بالقمح، نولوا نخمروها نغسلوها وتشيح ونقدوا لها الطرف نتاع ربح، ونولوا نصبوا لها اللاجمي الحلو كي تخدم 3-4 أيام، نولوا هنا نهبطوا النخلة تظل فيها 5-6 لتر نصبوا لها هذا اللاجمي السمح اللي باش نشربوا الارواح. اما اللي باش يستعمله يولي مثلا 10 لتر نتاع لقمي حلو، يخلط لها 6-7 كيلو نتاع سكر، تولي 20-30 لتر نتاع ماء، هذا اللي عيبيع. اللي يستعملوا فيه في حوايج معناها بعيد على العقل، يحطوا له في الامونيتر، يحطوا له في 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 في, في الكدافر، يحطوا له حوايج باش تخمره هو باش وين يحطوا له كاكا وين يولي اقوى، معناها اقوى معناها في تغييب الوعي، وين اقوى في تغييب الوعي وين هو يزيد الشيخ، فهمت كيفاش؟ يخرج على الوعي. نصحهم السكر زايد لان مضره صافيه، ويعمل جلف هكا جلف معك الردال اللي يجي ما بين الصفاق والجلده نتاع البطن. اذا كانت هذه واحده من سلبيات استعمال اللاجمي على صحه الانسان حسب عم نصر، نسمع مع بعضنا عم يونس شنو باش ينصح له. فلذلك والله ننصحوا نحن الشباب نتاعنا باش يرجع معناها للفضيله نتاعه، ويرجع لاصله، ويرجع معناها للقيم الاسلاميه، ويرجع معناها للقيم المجتمع الاصيله، ويبتعد على تعاطي الخمر وتعاطي معناها الخطر، معناها الطريقه هذا ما عنده وين يوصل معناها. اللاجمي هو مشروب مميز ابهر حتى السياح. 100% ناتشورال. توزر مدينة تحمل اسم صانعة الفخار والخزف، وهي امرأة جاءت من قسنطينة واستقرت بتوزر، ومن رحم الفخار ولدت صناعة الآجر المحلي الذي يطلق عليه اسم الجالب، حيث يفوح منه عبق التاريخ، جذوره شرقية، أصله بلاد الرافدين أو بعض القبائل اليمنية. حسين الهاني 48 عام نخدم في صنعة الياجور. هذا عندي حكاية 35 عام نخدم فيه من طفولتي. الصنعة هذه صنعة معروفة بها منطقة الجريدة، معروفة بها لأن هي علاش تركز لهنا، لأن فيها المواد الأساسية اللي هي الطين والطنش، الطين الأبيض والطين الأحمر. يتخدم بالمرحلة، تعب البسان ديما بالمرحلة، خدمة هي حرة الخدام نتاعها، يعني يخدم بالكعبة كما العرفي يخدم يبيع بالكعبة، كما الخدام يخدم له بالكعبة زاد. الجور هذا يتكون من طين وطنش وماء، ثلاثة حوايج أساسية. هذا عندنا البسان نعبوا الكمية 2/3 بروتين، نقولوا احنا الخدام يعمل بروتين تاع طنش طين الأبيض وبروتين طين أحمر، يطلع جي الصباح يطلع الطين.
يخلطه مليح مليح، ما يخليش فيه رتوش، ما يخليش فيه حتى حجر، على خاطر تضر بها الكعبة تكسر من بعد. إذا كذب يخلطه مليح مليح حتى كل عجينة يحطه في البطحة يخدم الخدام. في وقت الصيف يتجر في نهاره في العشية يقشر أهل يجور كما تشوف فيها تو قشر فيها. هذا نقول إحنا مثلا إذا كان في الصيف نتاع هذا ربوة نتاع الصباح، إذا كان في الشتاء هذا نتاع أمس. تحضر يجوا حكاية سبع خدامة، ثلاثة مع المين الداخل، واحد يشد السلعة، وثلاثة مددها لبرا يرصفوها في النهار يعبوها للفرن. سامحوني بعد ما يترصف يعطوها النار 24 ساعة نار، 24 ساعة تدريجيا، ما يقولهاش من المرة الأولى. النار يبدأ نفا بنقول احنا بالربع تاع الحطب معنا بالحزمة، يبدأ بالكعبة واحدة، سيقة واحدة، جريدة واحدة، حكاية 12 ساعة هو يبدأ بجريدة واحدة. بعد حكاية ربع سوايع يبدأ بثلاثة أربعة واحدة كي تسخن عشية تعرق ترجع طبل ترجع اعطينا الياجورة دي وقلت شايح وقلت عبيها. ما انك تدوكها في الفرن وتخدم ربع سوايع عليها كالعرق تاع الدخان البخار هذاك، تحط صبعك إذا كان كيكام معناها طين تلقاها للداخل، وتعاود تشيح تدريجيا، تترنخ ذنبك الدخان البخار وتعاود تشيح مرة أخرى بالنار. المعلم يلزم يطلع فوق الفرن بعد حكاية 14 ساعة يبدأ يطلع باش يشوف أنها هي البقعة اللي طابت باش يحط عليها شوي بسيسة تراب. نقول احنا مثلا مبلول له طري مش كي تاع الخدمة، معناها شايح شوي باش ما يلصقش على الياجور الفوق. بعد ما طيب أربع أيام تبريد الفرن، أربع أيام باش يبرد شوي وهذاك ويحضر بعد للبيع. يستوقفك هذا النمط المعماري الأصيل المميز لجهة توزر، نمط فني ثري بلوحات هندسية وزخارف متنوعة أصبحت من روافد الهندسة المعمارية. لكن هل نجد اليوم من الشباب من يهتم بهذه المهنة ليحرقها ويعلمها بدوره إلى الأجيال القادمة؟ يا سلام، ما نكتبش عليكم، هي صعبة شوي على الشباب، صعبة على الشباب شوي، يعني خاطر كما تعرف في هالوقت الشباب يحب يهبط القهوة ويحب. ثم اللي يحب يتعلمها ويتعلمها بصعوبة ويتعلمها يزمة صغير. اللي كان مثلا انا تعلمت على خاطر صرت فيها الصنعه هذه، صرت هذا الصغير ما انا صرت فيها اربع خمس سنين انا بحذا الشايب الوالد، انا ورثها على الوالد والوالد ورثها على جدي. الشباب ثم اللي يجي يعمل عام اللي هنا ولا عام ونص ويهرب يمشي للتبر يمشي للمرمى يقول لك ما انتكاش. يا كجمل شاب وعياب وما تقادر على شي، بيها شارخ الناب وخوذي بحق حواشي، يخرج حواشي من البل أزرق خفيه دار بدار، يقل حمل الجبل شارخ الناب ويزيد فوق منه غرار. إذا زر يطوروس الكتاب ويتقسى النجع ماشي، يقدر عليه جبل شارخ الناب ما تقدر عليه الحواشي.